فبالنسبه للفينيسور اخوان الناس اللي بغات تعمل معنا راه كاين هنا مرا ديالنا فوق من الفيديو. بالنسبه للفينيسيون كيبقى على حساب لي مارك اللي غتستعمل، يعني واش غتستعمل الرخام في الارض ولا زليج، واش غتستعمل وشنو لي مارك ديال الزليج. غير الزليج راه فيه دي مارك، الرخام راه فيه دي مارك، وكتختلف لي بري. كذلك بالنسبه للقبص نفس الشيء، بالنسبه للصباغه مسائل كامله، بالنسبه للمانويزري الومنيوم البوا ما تشوفوا هنا واحد الصالون بلدي، كتشوفوا الفو بلافو بالنسبه للقبص، يعني كل حاجه والثمن ديالها. داكشي علاش كيكون اختلاف في الاثمنه بالنسبه للفينيسيون. واحد القضيه اللي بغيت نشير ليها الاخوان، الناس اللي خص ضروري يردوا لها البال، وهي بالنسبه للكروزوفر، يعني اللي يخدم لك الكروزوفر يخدم لك، يعني كيما نقولوا كحله دار كحله، خاص داكشي يكون على حقه وطريقه. علاش؟ باش كيكون عندي الفينيسيون مزيان، سواء لي فو كادر، سواء يعني مثلا الشراجم كيجيو عندي مقادين، يعني لي بورت فونيتر كيجيو مقادين، يعني كل حاجه كتجي على حقها وطريقه. نفس الشيء بالنسبه للصباغه، ما كيكونش عندي ديفويت، ماشي نبدا نخبي العيب بان انني نشارجي في واحد البلاصه نشارجي فيها المرطوب ولا، يعني خص اللي يخدم لك الكروزوفر يدير لك خدمه نقيه، باش حتى في الفينيسيون تكون عندك خدمه نقيه. هذه واحد النقطه سطروا عليها الاخوان مزيان. كما تشوفوا حنا تنديروا الكروزوفر والفينيسيون، يعني تنديروا لي طرافو ديال الكروزوفر وحتى لي طرافو ديال الفينيسيون، يعني تنتكلفوا حتى بلي طرافو ديال الفينيسيون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، فيديو جديد. الناس كتدخل اول مره القناه تشترك في القناه، الناس ديجا اللي معنا في القناه يبارطاجيو مع الاصدقاء ديالهم باش تعمل الاستفاده. ففي هذا الفيديو غنشوفوا فيه تكلفه بناء بقعه ديال 100 متر كاري. فالهضره اللي النقطه اللي بغيت ندوي عليها، فراه يعني رغم المعاناه ديال الخدمه ورغم يعني الوقت اللي ما كنلقاش، ولكن ضروري كنخلي واحد الوقت لان مخصص باش ندير لكم فيه فيديو، وباش حتى الناس اللي مقبله على البناء تعرف شنو تابعها وتعرف شنو عليها. ففي هذا الفيديو غنشوفوا فيه تكلفه البناء بقعة ديال 100 متر كاري من الوثائق، البلان الحديد، البلان ديال الطوبوغراف، لوتوريزاسيون، يعني المسائل كامله، حتى الكروزوفر، يعني الاشغال الكبرى، يعني الحد المرطوب كما كنقولوا لك حله، وحتى الفينيسيون بطبيعه الحال غيكون في هذا الفيديو. داكشي علاش خليو لنا واحد جيم وتعليق تحت من الفيديو. فرجة ممتعة، تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوش تخليو لنا الاراء ديالكم في لي كومونتير. فالنقطة الثانية كذلك، الناس اللي بغات يعني تصميم ثلاثي الابعاد، يعني تعرف الفصالة ديالها كيفاش غتكون من الداخل، كيفاش غيكونوا لي فاساد من برا، يعني تاخذ فكرة قبل من انها تصايب البلان وتدفع للارشيتكت، فكتكون ضروري خاصة هاد المسائل هادو باش المسألة كتكون واضحة في راسك وعارف يعني البني ديالك كيفاش غيكون من بعد. فالناس اللي انتريسي بهاد القضية حتى هما يتواصلوا معايا في النمرة اللي كاينة فوق من الفيديو. ومرحبا بجميع التساؤلات ديالكم، يعني سواء سيفطوا لي ميساج عبر الواتساب، سواء خليتوا لي كومونتير تحت من الفيديو، فراه غنجاوب على جميع التساؤلات ديالكم ان شاء الله. فالاخوان اي واحد مقبل على البناء، يعني كيخصو في الوثائق الاداريه، هاد الوثائق ضروريه، هما اللي تيكونوا عنده في الوثائق الاداريه. بالنسبه لاول حاجه غتبدا بها هي البلان ديال المهندس. البلان ديال المهندس 100 متر كاري على حساب 100 متر كاري 10000 درهم بالنسبه للبلان ديال المهندس، تقريبا باش غيتقام عليك البلان ديالو 10000 درهم. بالنسبه للبلان ديال المهندس ديال الحديد غيتقام عليك 3000 درهم، 3500 درهم بالنسبه ل 100 متر كاري. البلان ديال الطوبوغراف غيتقام عليك ب 2000 درهم، 1500 درهم، 1500 درهم 2000 درهم، يعني باش غيتقام عليك على حساب 100 متر كاري. الرخصه تقام عليك ب 8000 درهم بالنسبه ل 100 متر كاري تقريبا. فالمجموع كيعطينا الوثائق كاملين، يعني جميع الاجراءات اللي غنقوموا بها ما غنفوتوش واحد 23000 درهم، يعني 23000 درهم هما الوثائق الاداريه. فمن مور الاشغال ديال الوثائق الا كندخلوا البني. فبالنسبه للبنيه الاخوان كحله حدنا المرطوب، فشنو غيخصنا في السلعه؟
تقريبا تنهضر على 100 متر كاري. 100 متر كاري بالنسبه للحديد، بالنسبه للاساسات اللي هو الفونداسيون الطابله، الحديد ديال 6 احتاجينا 6 ديال القناطر يعني 600 كيلو، الحديد ديال 8 احتاجينا قنطار 20 كيلو يعني 120 كيلو، الحديد ديال 10 احتاجينا 500 كيلو يعني 5 القناطر، الحديد ديال 10 احتاجينا 400 كيلو يعني 4 القناطر، الحديد ديال 14 احتاجينا 50 كيلو. فكنضربوا على سوم الحديد داير 9 درهم ونص، بالنسبه ل 600 كيلو الحديد ديال 6 كتعطينا 5700 درهم، الحديد 8 كيعطينا 1140 درهم، الحديد ديال 10 كيعطينا 4750 درهم، الحديد ديال 12 كيعطينا 3800 درهم، الحديد ديال 10 كنحتاجو 475 درهم. بالنسبه للسيما الاخوان احتاجينا 250 خنشه ديال السيما على سوم 80 درهم، عطاتنا 20000 درهم ديال السيما اللي احتاجينا. بالنسبه للرمله احتاجينا 14 المترو، ضربنا في 250 درهم عطاتنا 3500 درهم. بالنسبه للكياس احتاجينا 20 مترو، ضربناها في 140 درهم عطاتنا 2400 درهم. بالنسبه للحفير 3000 درهم. بالنسبه للقادوس 15 المترو اللي احتاجينا ضربناه في 65 درهم عطاتنا 975 درهم. لا مان دوفر 50 كنشدوا المساحه اللي هي 100 مترو كنقسميها على جوج كتعطينا 50 مترو، كنضربوها في 250 درهم كتعطينا 12500 درهم. فبالنسبه للطابلات قامت علينا ب 58000 درهم يعني تقريبا واحد 6 ديال المليون. هذا فيما يخص الطابله. فيما يخص الطابق الاول ولا الطابق السفلي، السفلي ريد شوسي، فالسفلي احتاجينا الحديد ديال 6 4 القناطر، الحديد ديال 8 جوج القناطر، الحديد ديال 10 3 ديال القناطر، الحديد ديال 12 7 ديال القناطر، الحديد ديال 14 قنطار نيشان. فبالنسبه للسيما احتاجينا 300 خنشه ديال السيما، الرمله 16 المترو، الكياس 20 مترو، الياجور ديال الصندوق احتاجينا 2500 حبه بالنسبه للسفلي، غير في السفلي. بالنسبه الياجور ديال الفصيل احتاجينا 3500 حبه. بالنسبه للضاله ديال الوردي عندنا الضاله على دو فاس، فعطاتنا 120 متر كاري. بالنسبه للضاله 120 متر كاري مضروبه في 95 درهم، 120 متر كاري مضروبه في 95 درهم عطاتنا 11400 درهم. لا مان دوفر 120 متر كاري على سوم 250 درهم لا مان دوفر عطاتنا 30000 درهم. فبالنسبه للطبق السفلي طلع علينا ب 10 المليون يعني 100000 درهم بالنسبه للطبق السفلي. احنا دابا لحد الان وصلنا للطبق الاول يعني الطبق الاول ار بلس ان. بالنسبه للطبق الاول الاخوان بالنسبه للحديد احتاجينا حديد ديال 6 4 القناطر، نفس داكشي اللي احتاجينا في الطبق الاول في السفلي اللي خسرنا في السفلي خسرنا في الطبق الاول وخسرنا في الطبق الثاني. الامور واضحه وباينه. بالنسبه صافي عرفنا يعني الطبق الاول الطبق الثاني كلشي بشحال طلع علينا. ففي الاخير يعني حسبنا الطبق الاول الطبق الاول يعني بحالو بحال السفلي، يعني السلعه اللي غدير في السفلي غديرها في الطبق الاول وغديرها في الطبق الثاني. ف 100000 درهم ديال 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 الطبق الاول و 100000 درهم ديال السفلي و 100000 درهم ديال الطبق الثاني. فبالنسبه للسور ديال السترا لقينا 44 مترو، السور ديال السترا لقينا 44 مترو في على سوم 300 درهم المترو عطاتنا 13000 درهم السور ديال السترا. فالمجموع حصلنا على 36 مليون يعني 360000 درهم. 36 مليون باش غطلع علينا كحله يعني حظها المرطوب، 36 مليون باش غطلع علينا كحله حظها المرطوب. الوثائق شناهم شحال تقريبا شحال غيتقاموا علينا. بالنسبه للفينيسيون هو اللي بقى لينا الفينيسيون الاخوان. بالنسبه للسفلي 120 تنشدوا الضاله ديالو يعني الضاله ديال السفلي 120 مترو. درت لكم انا هنايا فينيسيون عاديه اقل فينيسيون اقل فينيسيون. فبالنسبه للفينيسيون كما قلت الفينيسيون غنشوفوا فينيسيون اقل فينيسيون اللي نقدروا نديروه هو على سوم 800 درهم المترو. اقل فينيسيون نقدروا نديروه على سوم 800 درهم المترو. السفلي 120 مترو كنضربوه في 800 درهم عطاتنا 96000 درهم. بالنسبه للطبق الاول 120 مترو ضربنا في 800 درهم، 120 مترو ضربنا في 800 درهم عطاتنا 96000 درهم. الطبق الثاني 120 مترو ضربنا في 800 درهم عطاتنا 96000 درهم. والسطح الطراز ديالو الى غير ذلك، الزليج ديالها الى غير ذلك، فتقام علينا ب 15000 درهم. فالمجموع ديال الفينيسيون طاح ب 30 مليون يعني 30 مليون ديال الفينيسيون الاخوان
واضح الامور. الفينيسيون داخل فيه الماء، داخل فيه الضوء، داخل فيه الزليج، القبص، الصباغه، يعني المسائل كامله. 30 مليون يعني واضح الامور الاخوان. ف 30 مليون الفينيسيون بوحدو، الجروز اوفر كيما لقينا 36 مليون الاخوان، الجروز اوفر 36 مليون، الفينيسيون 30، 30 على 36 هي 66 مليون. 66 مليون تبني دارك فينيسيون كلشي، زائد الوثائق اللي قلنا ديجا كيتقاموا ب 21 بحال 21000 درهم، يعني واحد 66 يعني 68 مليون، يعني 68 مليون تقدر تبني، تبدا الدار ديالك 100 متر كاري، تبدا البناء ديالها اير بلس دو الاخوان، تفينيها الجروزوفر ديالها، الوثائق ديالها بالمسائل ديالها كاملين. اللهم يسير، الله يسهل الامور.